أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع لقاء جديد من لقاءات ربك يناديك، ونحن مع اللقاء أو النداء 72 في سورة مباركة سماها ربنا سورة الحجرات. يقول ربنا في هذا النداء المبارك: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله سبحانه وتعالى لا يوجد خير يؤلف بين قلوبنا إلا ودلنا عليه، ولا يوجد شر ينفر بين قلوبنا إلا ونهانا عنه. يقول الطريق ده هيحببكم في بعض يوم وليلة امشوا فيه، الطريق ده ويبقى شحناء وضغناء في نفوسكم من بعض، قال لك ما تمشوش فيه. وزيك الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: تهادوا تحاب. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يبقى ما من طريق يوصل الحب بيننا وبين بعض إلا وإيه؟ دفعنا الله إليه ودلنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه. والعكس بالعكس كما ظهر في ذلك النداء المبارك، السخرية من بعض ويظهر عيوب بعض، والنداء لبعض بألفاظ نكرهها في نفوسنا، هذا يجعل البغضاء تتسلل لنفوسنا. يعني أنا عمري ما أحبك لو أنت أذيتني بلسانك وقلت لي كلمة تجرح، أو سخرت مني وقلت لي يعرج يعمى يعور يا قصير أزعة يا تخين يا سمين يا طويل يا عمود. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ابعدوا عن كل حاجة تخليكم تزعلوا من بعض. أي حاجة هتخلي نفوسكم تشيل من بعضها قال لك بلاش منها. ومن هذه الأمور هذا النداء المبارك. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. ولذلك إن كنت تعلم أن من تسخر منه أنت أفضل عند الله منه فاسخر منه، إنما دي مش إيه؟ مش مضمونة. ولذلك الجماعة دي يقول لك: لا مضمونة. أقول له: إزاي مضمونة؟ يقول لي: أنا دلوقتي هسخر من واحد بيعصي ربنا. أقول له: لا، أنا ما أقصدش إنك أنت أحسن منه في اللحظة، إنما نقصد أحسن منه في دار المستقر في الآخرة. تضمنها؟ أنت تعرف أنت هتموت على إيه وهو هيموت على إيه؟ لعل الله سبحانه وتعالى يجعل له خاتمة خير ويكون عند الله مقبولا عنك. بيحصل ولا مش يحصل؟ صح ولا مش صح؟ ولعله يحسن ما بينه وبين الله ويديله حق منك ويكون له درجات عالية عند الله في الآخرة وفي الجنة. هي دي الميزان الحقيقي والمقياس الحقيقي للبشر مع الله سبحانه وتعالى. ما تبصش للموضوع بنظرة سودة ما بتشوفش. ليه ايه؟ لا، ده فلان الفلان ده يستاهل اسخر منه. ليه تسخر منه؟ هو واحد من اثنين، يا تقي يا عاصي. ان كان تقيا فتعلم منه، وان كان عاصي فاسال الله ان يهديه. انما اللي خليك تسخر منه؟ وذلك لما جه واحد في شرب الخمر وجلدوه والنبي قال اجلدوه، ويجا كمان مره في نفس اللي هو الشخص قال اجلدوه، فيجا في المرة الثالثة فقال واحد من الصحابة: لعنك الله، كثيرا ما يؤتى بك في شرب الخمر. فلسمح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه، لا يقل أحدكم ذلك مرة ثانية. مع أنه إيه؟ ده للمرة الثالثة أو الرابعة وجاي إيه؟ عشان يجلد. الإسلام حريص إني ما نفتحش الباب للشيطان، وما نوبخش حد ولا نسخر من حد حتى وإن كان أهلا للسخرية من وجهة نظري. يبقى يا أيها الذين آمنوا، الإيمان بيخليك عالي، يرفعك،
يعليك ويعلي لسانك، ما يقولش كلمة إلا وتليق بإيمانك. فالمؤمن ما يقولش أي كلمة، كل إناء ينضح بما فيه. المؤمن لما يقول كلمة سخرية ويقول كلمة استهزاء ويقول شتيمة ويقول سب ويقول لعن ولا من غير ذلك، ألا أمال فين رصيد الإيمان اللي عنده؟ لا، رصيد الإيمان لازم يلجمه ويأدبه ويهزمه ويربيه بحيث أنه ما يقولش أي كلمة. هي دي، لا يسخر، يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لعل الذين سخرتم منهم يكونون عند الله أفضل منكم. أنت تعرفها دي؟ كلمة عسى في القرآن معناها تحقيق الوقوع. لذلك ربنا في القرآن يقول إيه؟ عسى ربكم أن يرحمكم. لما كلمة عسى تنسب لله يبقى هتحصل، لأنه قادر يعمل أي حاجة. إنما لما تنسب ليه يقول لك إيه؟ عسى الشيخ مصطفى يصلي بنا الجمعة دي ويخطب لنا الجمعة دي، يبقى حسب إيه؟ حسب ظروفها، حسب ظروفها. ممكن القدر يجي وما يخطبش، ممكن القدر يجي ويدنه عايش الشيخ مصطفى لكن ما يقدرش يطلع يخطب، ممكن القدر يجي ويجيله مش عارف ايه ولما ذلك ويروح يخطب في مسجد تاني. يبقى عسى ايه؟ عسى في حق البشر الذين لا يملكون شيئا احتمالي، انما في حق الله ايه؟ تحقيقية. ولذلك لما ربنا قال عسى ربكم ان يرحمكم يبقى ده وعد انه ايه؟ هيرحمنا. سبحانه. هنا برضو عسى بتؤدي نفس المعنى، التحقيق والوقوع. ليه؟ لأن ربنا اللي بيقولها وبنسبها لنفسه بيقول إيه؟ بيقول الإنسان اللي يسخر من إنسان الله سبحانه وتعالى يجعل الذي سخر منه أفضل عند الله من الذي سخر منه. على كلمة إيه؟ عسى. يبقى حصل ولا مش حصل؟ وإنت اللي جبته لنفسك، طب إنت اللي خليك تسخر منه؟ طيب، يبقى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا إيه؟ خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. تحصل في الرجالة بنسبة كام دي؟ يعني الرجل ممكن يسخر من رجل بنسبة كام؟ 20-30-40-50%. طب في النساء مفتوحة شوية. ليه بقى؟ لأن رأس مال المرأة مع المرأة في لسانها. تلاقي واحدة أحسن منها ولا حاجة ومش قادرة تبقى زيها حلوة، تبقى بتعمل إيه؟ تروح ده عاملة إزاي؟ ده شوف عاملة إزاي؟ ده مش عارف تعمل إيه وبتعمل إيه وتتسخر منها. ولذلك ربنا أكد، كان ممكن يقولها عامة وخلاص، لا يسخر قوم من قوم وتبقى أضمر الرجالة والنساء وخلص، إنما لا، ده خصص النساء بعد ما قال الرجال علشان يقول إن ده بيقع في النساء كثيرا كما يقع في الرجال أيضا كثيرا، وفي كلا الحالتين فقد انتفى على من فعله صفة الإيمان. المؤمن ما يعملش كده. تاني عيب بقى ربنا بينهانا عنه، قال لك ايه؟ ولا تلمزوا انفسكم. اللمز لمعنيين، كلمه تلمزوا يعني تعيبوا على بعض، تعيبوا بعض بس بالحركات. يعني على سبيل المثال واحد بيتكلم وبعدين انت واقف وتقوم تعمل، تبص لحد تاني تقوم تعمله، تشاور على دماغه كده، على دماغه كده انه ايه؟ انه اهبل يعني. اي دي اسمها ايه؟ لمز. ان واحد بيتكلم ونمر ازاي تروح غمز للتاني كده، خده على قد عقله دهبه، دي معناها يعني. دي اسمها ايه؟ يبقى السخريه مواجهه من تسخر منه في وجهه. قال لك خلاص يا عم، مش الاسلام قال بلاش ازعله ويزعل ويعرف ويشوف، انا مش هوريها له، هلعبها من وراه. قال لك الا وانت لما لعبتها من وراه الم يعلمها عالم الغيب والشهاده؟ يبقى الاصل انك بتتعامل مع الله مش بتتعامل مع البشر. فإن أحسنت للبشر فالأصل الأجر عند الله، انتظروا من الله. وإن أسأت للبشر فالأصل العقوبة عند مين؟ عند الله، حتى وإن لم يراك البشر. ولذلك أنا قلت لك مثل طريف قبل كده، قلت لك هتيجي يوم القيامة تلاقي مناد ينادي يا فلان يا ابن فلان، نعم تعالى، فإن لك عند فلان وفلان 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 حقا. ويمكن أنت لأول مرة في حياتك تسمع الأسماء دي وتشوف الوجوه اللي أنت هتشوفها دي. ليه؟ لأنهم اختابوك من ورائك وسخروا منك من خلفك وأكلوا حقك دون أن تعلم. وذلك الناس تعبانة أو متكلة أو كلوا البلد وهربوا وعملوا مش عارفينهم، والنيابة الإدارية مش مسكت حد ومش عارف إيه ومش حاوي. يا عم الله يكرمك، سيبها له، هو عليم ولا مش عليم؟ هيجيبهم ولا مش هيجيبهم؟ هيردن حقنا ولا مش هيردن حقنا؟ إن لم يكن في دار الفناء فسيكون ذلك في دار البقاء.
عشان كده ربنا بيقول لك ايه، يعني ما تفتكرش ان حاجه هتضيع. ولا تلمزوا، ما قالش ولا تلمزوا بعض ولا تلمزوا اخوانكم، قال ولا تلمزوا انفسكم. فاكرين النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ايه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الايه، الجسد. يعني انا وانت ايه، حته واحده، انت دراع وانا دراع، انت رجل وانا رجل، انت الانف وانا اللسان، سبحان الملك. فخلي بالك بقى، لما عمرك شفت واحد كده مسك ايديه كده وراح قطع منها حته وراح رميها في طريق؟ ما بتحصلش. اختها بالظبط انك تاذي اخوك المسلم او اخوك المؤمن او اخوك في الانسانيه، عشان كلامنا يكون دقيق بقى، ما يفتكرش بقى ان احنا عندنا عصبيه بقى لا، ان الله لما خلقنا قال انتم جميعا صنعتي، فما فيش حته من الصنعه تظلم ولا تطغى ولا تهلك ولا تفسد الحتة التانية، لأن كلكم عندي إيه؟ سواء. ولذلك الكلام الجميل، بنتي بتقول لي مرة، تقول لي يا بابا هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب للكافر؟ قلت لها يا حبيبتي إن كان مظلوما. قالت معقولة؟ قلت لها رب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن الله ليستجيب لدعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا. ده معناها ايه الحته دي؟ معناها ايه فلسفيا يا جماعه؟ معناها ان الله ياخذ للكافر حقه منك لانك اردت ان تفسد صنعه الله في الارض. بعيد عن دينه بقى، وبعيد عن عقيدته، بعيد عن التدين، احنا بنتعامل مع الله في مساله الحقوق والمظالم. تمام؟ عشان كده ربنا قال ايه؟ ولا تلمزوا ايه؟ يعني كاني انا لما باذي حد كاني باذي ايه؟ نفسي، لان هو حته، المفروض هو حته مني، خلاص بقى الموضوع كده. او في بعض العلماء بيقولوا ايه، بيقول لك لا، ولا تلمزوا انفسكم، معناها انك لما تعمل فيه الحركه دي هو كمان هيروح رددها لك، يبقى كانك عملتها في مين؟ عملتها في نفسك، يبقى انت اللي جبته لنفسك. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قبل ذلك، ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ في حد في الدنيا عاقل يلعن والديه؟ قال يسب الرجل ابو الرجل، فيسب تاني يروح ردد عليه ويسبه، لو يقول له انت اللي ابن 60 و70 يبقى جاب اللعنه لمين؟ لعن اباه دون ان يدري، ولعن والديه دون ان يدري. هنا برضه ربنا بيقول انت لما تاذي حد هيأذيك انك اذيت نفسك، لما تشتمه هيشتمك، يرد عليك كانك شتمت نفسك. احفظ كرامتك يحفظك الناس. ولا تلمزوا انفسكم، دي نمره 2. نمره 3، ولا تنابزوا بالالقاب. التنابز بالالقاب يعني ما تخبطش حد في وشه بلفظ او لقب هو بيكرهه. يعني على سبيل المثال يقول لك ايه، يقول لك فلان الفلاني ده ملقب بانه عيلته، مثلا عيلته الحمرين، ده لقب. مش في اللغه العربيه وفي في التاريخ يقول لك ابن المقفع. فاللقب بتاع العيلة، ولا اللقب اللي مشهور عليه، اللي مشهور به للإنسان، لو هيؤذيه لا تلقبه به. شوف وصلت لإيه؟ مش وصلت للسخرية والاستهزاء، ولا وصلت لللمز في الحركات، ولا ده وصلت حتى أنه لو لقب ومنسوب إلى عائلته وهو لا يحب أن يسمعه أو أن تناديه به لا تناديه به. بس يقول لك كان زمان وهو صغير كله يقول له يا واد يا ميدو، تعالى يا واد يا ميدو. الراجل عاد كبير بقى وعاد لمنصب محترم، تقابله انت في الشارع تقول له يا ميدو؟ طب هو بيزعل من اللفظ ده، تقابله وتقول له ايوه ما ده لقب، ما ينفعش. خلاص، يبقى ولا تنابزوا بالالقاب. اسمع الحته دي ونختم بيها بقى. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. ايه معنى الجمله الجميله الغريبه دي؟ قال لك الفسوق اللي هو ايه؟ الحركات اللي اتعملت دي، انك تسخر من حد، وانك تعيب على حد بحركات كده وبتاع، وانك تقول لقب هو ما بيحبوش وتندهوا بيه، ده حد ذاته تصنيفه اسمه فسوق. اسمه ايه؟ فسوق. فربنا بيقول الفسوق ده بئس به وعيب كبير ان تفعله انت وانت مؤمن. بئس هذا الفسوق أن يصدر منك بعد أن كنت مؤمنا. الإنسان بعلة ولا بوطة؟ بعلة، إعليت بالإيمان، ما تنزلش نفسك بقى وتبقى فسخ بقى وتقول لفلان ده أنت كذا، وتقول لفلان ده أنت كذا، وتشتم فلان وتعيب على فلان وتلمس على فلان وتلمس على فلان. يبقى لو وصلت إلى الإيمان، فالإيمان بيمنعك إنك تعمل إيه؟ ها؟ إنك تعمل إيه؟ تعمل حركة من الحركات دي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إنه بيتعامل مع بشر ضعاف زي وزيك، يقول إيه؟ سبحانه وتعالى يقول من وقع فليستدرك وباب الله مفتوح دائم.
شوف اسمع الحته دي بقى، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. كانه بيقول لك ايه، تب وانا اتوب عليك، ولو ما تبتش انا بحذرك تكون ظالم لنفسك وظالم للي انت عملت فيهم كده. يبقى ليس عيبا ان تقع في العيب، لكن العيب ان تتمادى في العيب وتجهل ان لك رب يتوب عليك ان تبت ورجعت اليه. وبالمناسبه التوبه الصادقه بعد أن جرحت الناس وأسأت للناس وظلمت الناس وأكلت حقوق الناس، توبة الصادقة أن يسامحك الناس أو أن تطلب المسامحة من الناس الذين أسأت إليهم. فإن سامحوك وعفوا عنك في المظلمة التي عندك، فاعلم أن هذه هي أعظم دلالة على أن الله سيتوب عليك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبتك في الإساءة للآخرين حتى يسامحوك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واسترنا ولا تفضحنا. اللهم نجنا من القوم الظالمين ونجنا من القوم الفاسقين، واستر عوراتنا في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، وحسن أخلاقنا بفضلك وجودك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.